تفضحهم يعني تدفئة وغرفة واحدة قاعد بيها 9 أشخاص أو أنا زوجتي وما أقدر يعني لا على دوائهم ولا على حفاظاتهم ولا على تدفئتهم وإحنا جاينا الشتاء فعند الطفل هذا عمره 14 سنة هذا مرضان خالص لا يتحرك أبدا وهذا الطفل الثاني 10 سنين وهذا الطفل الثالث 6 سنوات فمن راد الخير أن يعمل به